السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة نانا دي، أنا أختي كل حياتي. النهاردة هنعمل شعرية بالحليب بإذن الله، ويا رب تعجبكم. خليكي معايا، هننزل بالمقادير. المقادير: نص كيلو شعرية، معلقتين سمن، كوباية سكر، ربع كوب ماء ورد، ذرة ملح، والإضافات بقى اللي على الوش اللي انتي حباه. معايا حلة على النار، هنزل فيها بمعلقتين سمن، هنزل بالشعرية، هقلبها، هفضل اقلب فيها لحد ما تحمر. اقلبها كويس، لحد ما تحمر. احمرت الشعرية، هنزل عليها باقي المكونات اللي عندي، هضيف لها المية بتاعتها والسكر واقلبها كويس. هغطيها بالمية بس، اقل من الرز طبعا عشان ما تتعجنش. هقلب السكر كويس، هنزل بمية الورد، هنزل بملح، ذرة الملح، هقلبها كويس. وادي الشعرية بتاعتي بعد ما استوت، وبالهنا والشفا، دي بدون سكر، بدون حليب، ودي بحليب. معك قناة نانا دي، أنا أختي كل حياتي. ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو عشان تشجعيني، وبالهنا والشفا. بحبكم أوي، أشوفكم في فيديو جديد.